لا تحمينا هذه الدروع ولا تحمينا هذه القبعات، إنها مجرد شعارات نرتديها فقط، هي لا تحمي أي صحفي على الإطلاق، على الإطلاق لا تحمينا هذه الدروع ولا هذه ما نرتديها فقط، هي شعارات فقط. إخوان ارجع لورا، نحن هنا ضحايا، ضحايا على الهواء مباشرة، نفقد الأرواح واحدا تلو الآخر بلا أي ثمن، نمضي شهداء فقط مع فرق التوقيت، نحن ننتظر الدور واحدا تلو الآخر. زميلنا محمد أبو حطب كان هنا منذ نصف ساعة فقط وغادرنا الآن، هو وزوجته وابنه وأخيه وكثير من عائلته هم ضحايا هنا في داخل المستشفى. بالفعل يعني المشاهد التي رأيناها على الشاشة والتي نراها كل لحظة في المحافظات الجنوبية وهنا في المشافي في قطاع غزة، بالفعل شيء يدمي القلب وشيء يعني يفطر القلب ألما على هذه المشاهد وعلى هذه الجرائم وعلى هؤلاء الأطفال الذين لا زالوا تحت الأنقاض. أنا أصلا ما فقتش من صدمة أني طلعت على بيت زوجي، ماليش كم شهر، ماليش شهرين متزوجة، فلسه ما تأقلمتش أصلا أني تزوجت وأبعد عنهم، فجأة يبعدوا عني نهائيا زي هيك وأشوفهم مش خالص، فيعني إشي صعب كثير، ربنا يصبرني ويربط على قلبي أنا وأختي. أنا بعرف إنه أصحابه يعني بحبوه وانحسروا عليه وزعلوا زينا وزيادة، لكن قدر الرب نافذ علينا، هي مكتوبة، لكن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله على الصلاة والضراء، وإحنا صابرين، وهنا كل ما نشوف الحجارة بنبكي، ما بنبكيش على الحجارة ولا دمعة من عيني ما نزلت على حجر، لأن أنا بنيت البيت أنا موظف وأبوه موظف وبنينا وكبينا وتعبنا وربينا ولدنا تربية حسنة، وإن شاء الله أجرنا عند الله. أنا ما بكيش على حجار، ببكي على اللسان ساكنين في الدار. الله يرحمه يمه، يعطيك طولة العمر. أنا بقول لزملاتنا الصحفيين كلهم، كملوا اللي بداه محمد، لأنه إحنا كنا محمد، وراح محمد في سلمان وفي علاء وفي شباب كتير 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 لسه بتكمل رسالة محمد، والرسالة ما انتهتش طول وإحنا فينا نفس. Thank you.
يا عشان ما تجي السيارة خلاص شيل الرصد حال شيل الرصد حال سمع عم خليه مكان ماشي سيارة خلاص سيبوه غطوه غطيه غطيه حمزة سمعني سمعني خطف باب مستشفى كمال عدوان خطف امام امام بوابة مستشفى كمال عدوان خطف امام مستشفى كمال عدوان تعال يا شباب سينا خطف باب مستشفى كمال عدوان يا الله
يا الله الاحتلال يقصف امام موال المستشفى كمال عدوان. ادعم يا الله. من هو يا الله؟ غلط غلط غلط.